على تويتر. كشفت المطربة اللبنانية إليسا خلال مؤتمر وولف الذي أقيم بدولة الأردن عن إصابة شقيقتها بمرض السرطان، وهو ما دفعها للإعلان عن إصاباتها هي الأخرى بنفس المرض خلال كليبها الأخير إلى كل اللي بيحبوني، خاصة بعد أن طلبت شقيقتها منها مشاركة جمهورها آلامها. فيما فجرت إليسا مفاجأة أخرى خلال اللقاء، وذلك بعد أن قالت أنها لا تستطيع أن تتزوج في الوقت الحالي، وذلك لأنها لم يعد لديها المقدرة على الإنجاب بسبب تلقيها لعلاج السرطان، مؤكدة أنها لو تزوجت فسوف تتبنى طفلا لأنها تحلم بالأمومة. إليسا أو إليسار زكريا خوري، مولودة 27 أكتوبر 1972، مغنية لبنانية شهيرة اشتهرت في العالم العربي في الآونة الأخيرة حيث اقتحمت عالم الشهرة، وظهرت لجمهورها في العام 98 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب الذي كان أكثر الألبومات مبيعا في ذلك الوقت. كان ألبوم إليسا الثالث عيشالك 2002 إنجازا كبيرا في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة والذي جعلها تحصل على جائزة الماركس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية، وفي سنة 2004 أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية الأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط، معروفة طبعا إليسا. ولدت أليسار خوري في بلدة دير الأحمر اللبنانية، بلدة في البقاع، من أم سورية يمني سعود وأب لبناني زكريا خوري. دي مع والدتها يمنى سعود. حيث تتألف أسرتها من 3 بنات و3 شباب، ودرست في مدرسة داخلية وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطل. التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة، لكنها لم تكمل دراستها الجامعية وكانت متعلقة بوالدها الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري لدرجة كبيرة، وقد التحقت بكلية العلوم السياسية بناء على رغبته. وقد توفي والدها في عام 2004، وفضلت النجمة اللبنانية إليسا الاحتفال بأعياد الميلاد عام 2014 وسط أسرتها، ونشرت صورا لها على حسابها الشخصي على انستغرام مع أخيها وأختها وأمها. إليسا علقت على الصور وكتبت: قررت الاحتفال بأجمل الأعياد مع أجمل الأشخاص في حياتي، مع أخيها وأختها، مع والدتها يمنى. مع أخوها. مع والدتها. كان الاحتفال بعيد ميلاد. وده الانستجرام. عميقة نشيطة تشع جمالا وحيوية، هكذا كانت تظهر الفنانة إليسا سواء على المسرح أو في كليبات أغانيها لتنقل لجمهورها كتلة من المشاعر الراقية والأحاسيس من خلال كلمات أغانيها التي دائما ما تلاقي إعجاب جماهيرها، ولكنها كانت تخفي وراء كل هذه المظاهر معاناتها وصراعها مع مرض السرطان. صدمت الفنانة إليسا جمهورها بعد إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وصراعها معه خلال الفترة الماضية. كانت بتعاني وهي بتغني. من خلال كليبها الجديد إلى كل اللي بيحبوني، والذي رصدت خلاله رحلتها مع المرض وتعافيها منه ومساندة أهلها وأصدقائها لها أثناء فترة مرضها، أكدت إليسا أن تعافيها من المرض كان بمساندة العديد من أصدقائها، قائلة: أنتم السبب وراء قوتي وصحتي. You are the reason I am strong and healthy. You are my strength. And this story is a thank you for all those who love me. وهذه القصة هي لا أقول لكم شكرا لكل من يحبني. الكليب الجديد للفنانة إليسا وإعلانها خبر مرضها حاز على تعاطف الكثيرين
من متابعيها وزملائها الذين حرصوا على مساندتها، ومنهم الفنانة سيرين عبد النور والتي وجهت كلمات لمساندتي لسه عبر تويتر قائلة: الحمد لله على سلامتك، بحبك قد الدنيا كلها، على فكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوي، كتر خير الله. والحمد لله على سلامتك يا هالإنسانة، ومثل ما دايما بقول لك بحبك قد الدنيا كلها، كتر خير الله. واستطاعت النجمة اللبنانية لسه خطف أذن المستمعين لها بمجرد طرح ألبومها الجديد إلى كل اللي بيحبوني يوم الأربعاء الماضي، وظهر ذلك من أرقام استماع أغنيات الألبوم على موقع يوتيوب، حيث وصلت ل 30 مليون استماع مقسمة على 16 أغنية بعد 5 أيام فقط من طرحه بالأسواق. رقم كبير فعلا، 30 مليون مشاهد في 5 أيام. بعد إحيائها لحفل بكندا، قررت النجمة لسه ملكة الإحساس استغلال تواجدها هناك لزيارة ابنتي شقيقتها الشابتين باميلا وتيفاني المقيمتين بكندا، وشاركت النجمة صورها مع الجميلتين عبر حسابها على انستغرام، معبرة عن فرحتها بلقائهما، ولاحظ محبوها الشبه بينها وبين ابنتي أختها. هي صورها مع ابنتي. فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019 جمهورها بتغريدة على تويتر تحمل نبأ اعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا عبر حسابها على تويتر: أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية. وأضافت: أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا. وختمت التغريدة بقولها: لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن. يذكر أن إليسا لها الكثير من المواقف السياسية الجريئة التي أثارت عاصفة جدل على المنصات الاجتماعية، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالآراء الجريئة، قال منتقدون إن على الفنان أن يلتزم الحياد احتراما لجمهوره الذي ينتمي إلى عدة تيارات. وده البوست على حسابها على تويتر الساعة 12 تقريبا الظهر النهاردة 19 أغسطس 2019. I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason. وهنا عمرو أديب رد عليها: سيدتي العزيزة، بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا، قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة، لكن أنت لا تملكين نفسك، أنت ملك لنا جميعا من المحيط للخليج. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب، بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك. بعد ساعة واحدة من نشرها شقيقتها، وعليكم صور من منزلها الفاخر مع موسيقى هادية.